اهلا وسهلا بحضراتكم في تغطيه اخباريه جديده للحديث عن حاله الطقس اليوم. بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم الاحد طقس مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري معتدلا على السواحل الشماليه الغربيه، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيف في اول الليل مائل البروده في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلينا نتعرف أكثر عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية، وبتنضم إلينا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور. اهلا بيك استاذ احمد، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابق. أهلا بسيادتك، وفي البداية عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة. احنا طبعا يعني ما زلنا بنتاثر بالاجواء الخريفيه، يمكن على مدار الاسبوع الماضي كانت اجواء خريفيه بامتياز في معظم المحافظات، وكان في امطار متفاوت الشده من يوم للتاني ومن محافظه للتانيه. اليوم ايضا متوقع استمرار الاجواء الخريفيه، استمرار تاثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. الجو ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وايضا السحب العاليه اللي بتساعد بشكل كبير على حد جزء من اشعه الشمس، فبتساعد على انخفاض درجات الحراره. بدانا نحس بنسب رطوبه اقل فترات النهار وايضا فترات الليل، فبالتالي الاجواء فتره النهار هتكون اجواء خريفيه على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا محافظات شمال الصعيد، ونقدر ننهي اجواء مائله للحراره، اجواء معتدله تماما على السواحل الشماليه والمحافظات المطله على البحر المتوسط، اجواء ما بين حاره الى شديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره العظمى على القاهره الكبرى، ومتوقع ان هي تسجل 30 درجه مئويه. طبعا المناطق التحليه درجات حرارتها ما بين 27 و 28 درجه مئويه، تبقى المناطق الجنوبيه هي اللي درجات حرارتها بتتجاوز ال 40 درجه مئويه بسبب تأثرها بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. من فترات الليل وفي غياب أشعة الشمس طبعاً بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. فأجواء فترة الليل نقدر نوصفها إن هي أجواء لطيفة في أول ساعات الليل، لكن في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية. بدأنا نحس ببعض البرودة في فترات الصباح وإحنا خارجين أو فترة الليل المتأخر. طبعا فرص الامطار مكمله معانا، يمكن احنا شاهدناها بالامس امطار خفيفه على بعض المحافظات الشماليه، اليوم متوقع ان الامطار تمتد لبعض المناطق كمان الداخليه، وهتكون امطار خفيفه على بعض الاماكن من محافظات السواحل الشماليه الغربيه، مطروح الاسكندريه، محافظات الوجه البحري، تمتد كمان الامطار لمناطق من القاهره الكبرى، محافظات مدن القناه وشمال الصعيد، لكن كل الامطار هتكون امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم وفي مناطق متفرقه، يعني هنلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا. غدا متوقع ان كميات الامطار تزيد عن اليوم وتتحول لامطار خفيفه قد تكون متوسطه في بعض الاماكن، يعني احنا غدا كميات الامطار هتزيد وخاصه على السواحل الشماليه الغربيه، بعض المناطق محافظات شمال الصعيد، مدن القناه، بعض كمان مناطق سواحلنا الشماليه الشرقيه، والامطار خفيفه في بعض الاماكن من محافظات الوجه البحري، تصل الامطار كمان خفيفه المناطق من القاهره الكبرى وجنوب سيناء. فغدا لسه مكمل معانا الامطار متفاوته في الشده اللي هتختلف شدتها من محافظه للثانيه باذن الله، وعلى فترات متقطعه من اليوم. سبوره مائيه هتظل الظاهره الجويه اللي بتاثر علينا فترات الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي ايضا بتبدا تختفي مع طلوع اشعه السماء، يعني مع الساعه 7 8 صباحا السبوره الجويه بتبدا في الاختفاء، تبدا الرؤيه الافقيه تدريجي تتحسن على اغلب الطرق. انا عايز اسال حضرتك عن حاله البحرين الابيض المتوسط والبحر الاحمر. طيب احنا الحمد لله خلال هذه الايام سرعات الرياح معتدله بالشكل الكبير، فبالتالي ده بيدي مردود على المسطحات المائيه، مسطح البحر الاحمر او البحر المتوسط، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر، حاله الملاحه البحريه معتدله تماما، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط او حتى كمان شواطئ البحر الاحمر، وده متوقع يكون معانا على الاقل في 72 ساعه القادمه باذن الله. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا خلال التغطية. شكرا لك. شكرا جزيلا سيادة. دي كانت تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة وخلال الأيام أيضا القليلة المقبلة. منظر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابع.